الشباب والندية والحماس، مباراة تقسم العالم إلى قسمين، صراع تاريخي سيبدأ بين ريال مدريد وبرشلونة، فلا تذهبوا بعيدا. مباراة تبدو مثيرة هنا في ملعب سانتياغو برنابيو، ونتمنى بأن تكون كذلك. وأسعد بصحبتكم، أنا فارس عوض المتواجد في كاميرا التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإسباني، فريق ريال مدريد في مواجهة الكتالوني برشلونة. على أمل بأن نشهد مباراة كبيرة من الفريقين وأن ترتقي لمستوى التوقعات والتطلعات. ريال مدريد يعتبر النادي الأبرز في أوروبا وفي إسبانيا بسيطرته على البطولات المحلية، كذلك هو النادي الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا. مدريد الآن أمام حضراتكم، في المرمى يتواجد كورتوا، إيدير ميليتو سيلعب بجوار روديغر في الخط الخلفي، بيلينغهام سيبدأ مع فالفيردي في الوسط، وكيليان مبابي سيلعب في الهجوم. التشكيلة اللي يبدأ فيها برشلونة مباراة اليوم، واحد من الفرق اللي تتبع أسلوب الضغط العالي على حمل الكرة، طبعا مجهود بدني كبير جدا يبذل الفريق في أرضية الملعب لتغطية كل المساحات وكل مكان في الملعب، الضغط بالطريقة السليمة يجعل يستعيد الكرة دائما بشكل سريع ويجبر الخصم على ارتكاب الأخطاء. الآن ينطلق الكلاسيكو لتبدأ نبضات القلوب في التسارع في قمة كلاسيكية بين ريال مدريد وبرشلونة. رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. تابع الهدف في الإعادة، مجهود فردي ممتاز، مهارة عالية في الإنهاء أمام المرمى والكرة في الشباك. مستلم في اللعب الجديد، والآن البارسا تحت ضغط العودة في النتيجة. لامين يامال ينجح في اعتراض الطريق. كيليان مبابي، فرصة خطيرة هنا. أوهو، هذه لحظاتهم، هذه متعتهم، هذه كراتهم، هدف آخر يوسعون به الفارق، هدفين في غضون لحظات، ليست غريبة على هذا الفريق. وهذه هي الإعادة، يا لها من متعة ويا لها من ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. بعد عدم الاستفادة من الأفضلية، الحكم الآن يطلق صافرته ويحتسب الخطأ ويوجه الإنذار. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. عند فرصة التمرير، يفقدون السيطرة الآن، كرة بتلامس اللاعب تتحول إلى خارج الملعب بتماس. رودريجو، مبابي، مبابي بيرسلها، ممتاز حارس المرمى في التقاط الكرة. لامين يامال،
التدخل واللاعب يفقد الكرة. فينيسيوس يقطع لده. كيليان امبابي، يا الله اكتمل الهاتريك. الله على الأسطورة، على الحزم، على الخطورة. بالإعادة نلاحظ كيف ساهمت التمريرة بالهدف بشكل كبير، وجاء الإنهاء المثالي بعد ذلك من كرة قوية أرسلها إمبابي. لم يتردد في وضع الكرة بكل قوة، الكرة تستقر في الشباك. استئناف في اللعب واضح على ما يبدو بأن المارينكي في طريقة للاكتساح هنا. لامين يامال، والآن كرة لبرشلونة وضربة حرة. تنتهي الخطورة بعد إبعاد هذه الكرة العرضية. الفريق الآخر يبعد الكرة. لامين يامال، والتدخل الناجح هنا في الاعتراض. تحكم سيء بالكرة من اللاعب، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب. أمام ماذا سيفعل فينيسيوس؟ والآن قد تصبح فرصة. يا الله على كرة في المرمى. ما هذا الأهداف الأربعة الآن؟ نشوف الهدف مرة أخرى، شوف كيف لعب للتمريرة. وهنا المواجهة مع المرمى كانت بالمسافة قريبة، سهلت المهمة وأصبح التسجيل أمر حتمي. روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. وصلت لرودريجو. شوط أول ينتهي هنا في ملعب. ونعود مع بداية شوط المباراة الثاني، والنتيجة هنا تقدم مريح لمصلحة الميرينجي. اللاعب بجانب الكرة لكن من مسافة بعيدة. روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، رافينيا، ليفاندوفسكي. المساحة أمامه في هذه اللحظات. تقلص، لكن العودة مستحيلة. من الجيد ألا يفقد الفريق الأمل مهما كان. بعد هذا الهدف النتيجة صارت 4-1. فاول لمصلحة برشلونة. جوليس كوندي، الآن مع بيلينغهام. الآن فرصة حقيقية للتسجيل. أوهو، الكرة في المرمى، القارب يتسع. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سريع، وأتى الدور على كيليان مبابي الذي أنهى الهجمة بشكل مثالي عبر تسديدة قوية لم يتمكن الحارس من إيقافها. يا للتمريرة الخطيرة. مبابي جديدة تحرك الشباك. نتيجة عريرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة.
نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة ومرت، وأصبح الموقف واحد على واحد، والمهمة لم تكن صعبة في إنهاء الكرة داخل المرمى. هدف جميل في هذه اللقطة. ليفاندوفسكي، كل ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. وصلت لرودريجو، ينطلق بالكرة في العمق. اعتراض ناجح لطريق الكرة. فاول على ريال مدريد، خطأ يكلف ريال مدريد كرت اصفر. المباراة تدخل في دقائقها العشر الأخيرة. انظر إلى اللقطة، يستعيد الكرة. وضربة المرمى تصبح رمية تماس بعد أن أعيدت الكرة إلى خارج الملعب. البارسا يجري تغيير الآن. خطرة تصل لداني أولمو. حارس المرمى يبعدها بقبضة يده. تدخل رائع يلغي الخطورة الآن. دقيقة واحدة مشاهدينا كوقت بدل ضائع. داني أولمو، وهذه